مرحبا بكم، إليكم اليوم 20 لحظة طريفة رصدتها الكاميرات. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. من الواضح أن دوام هذا النادل قد انتهى الآن. لم تثبت هذه السيدة شعرها المستعار جيدا. سيحتاج هذا الشاب لإعادة طلاء السقف. من قال إن رياضة الجولف سهلة؟ أرادت الفتاة التقاط صورة جميلة، لكن الأمواج القوية أفسدت اللحظة. وهنا حاول الرجل حمل صديقته لالتقاط صورة، لكن النهاية لم تكن جيدة. تفسد المياه الكثير من الصور الجميلة. أرادت العاملة تجريب آلة تنظيف الكؤوس، لكنها ندمت على ذلك. بذل الرجل كل ما بوسعه لإنقاذ الشاحنة، لكنه قرر الاستسلام في النهاية. من الواضح أن هذا اللاعب سيكون له مستقبل رائع، إنه ماهر في تحطيم الكؤوس مثل راموس. يمكن للإرهاق أن يجبرك على النوم واقفاً. لم يختر هذا الرجل المكان المناسب لممارسة تمارينه الرياضية. لم يكن السرير قوياً بما يكفي. سقوط المثلجات على الأرض من أسوأ المواقف على الإطلاق. وسقوط الطعام أيضاً. الهروب من ديك غاضب ليس أمرا سهلا. لم يأخذ الحصان ارتفاع الرجل الذي يركبه بعين الاعتبار. تسبب عنكبوت صغير بتحطيم الجدار. يمكن للمثلجات أن تكون مصدراً للسعادة. الأكيد هو أن هذا الطفل لم يراجع دروسه قبل الاختبار. كانت الكعكة كبيرة بما يكفي لتغطية وجهين. حاولت الفتاة الحفاظ على توازنها، لكنها سقطت في المسبح. يعاني الرجل الإطفاء كثيراً في بداية مشواره المهني. نحن واثقون أن هذا الطريق غير مخصص للدراجات. محاولة إنقاذ شاشة واحدة أدت لتحطم كل الشاشات. تظاهر هذا الشاب بأن شيئاً لم يحدث. سقطت عدة الصيد في النهر، ومعها أحد الصيادين أيضاً. لم
تكن سلسلة الكؤوس منظمة بشكل جيد. انهار الهرم في آخر لحظة. وهنا قرر الكلب إفساد كل شيء. كما ذكرنا سابقاً، المياه تفسد الكثير من الصور. أراد هذا الرجل القفز بواسطة العصا، لكن تبين أن الجري أيضاً صعب بالنسبة له. استعمال لوح ركوب الأمواج في النهر ليس فكرة صائبة. لم تكن تلك الركلة موفقة. أصيب الرجل العجوز بالدهشة. يبدو تخطي هذه الحواجز سهلاً، لكنه ليس كذلك. هذه هي أسوأ طريقة لإيقاظ شخص نائم. اعتقد هذا الرجل أن بمقدوره الانتقال من زورق إلى آخر. هذا النوع من المقالب مزعج للغاية. التهم المصباح المعلق على السقف نصف هذه الوجبة. قرر الأيل الحصول على الطعام بالقوة. يمكن لنزهة على الدراجة الهوائية أن تنتهي وسط الماء. أوه، نأمل أن يدها لم تتأذى. اعتقد الرجل أن الزجاج موجود بالفعل. كان من الأفضل لهذا الشاب أن يقفز في المسبح. هه، من الجيد أن الكعكة الثانية لم تسقط. تستمتع الفتاة بإفزاع زملائها في العمل. حافظت السيدة على ابتسامتها رغم انسكاب العصير. لن يضع هذا الشخص قدميه على النافذة مرة أخرى. لم يكن المسرح مناسباً للرقص. محاولة إمساك فأر قد تسبب فوضاً أكبر من تلك التي يسببها الفأر. كانت تلك اللقمة كبيرة جداً. يحتاج هذا الحمام لعملية ترميم. لم يتوقع الرجل مدى قوة ذلك المصباح اليدوي. إليكم نبذة عن المشاكل التي يعاني منها الأغنياء. هذا ما يحدث عندما يستعمل البالغون الألعاب المخصصة للأطفال. وأخيراً، هذه الضربة كانت ضربة قوية جداً. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك.
يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟